أصيب وزير الدفاع رامسفيلد بالفزع وهو يشاهد محطات التلفزة الأمريكية والأوروبية تنقل مشاهد السرقة والنهب وحالة الفوضى العارمة التي اجتاحت بغداد ومدن العراق الأخرى، فهرول مسرعا لعقد مؤتمر صحفي ليبرر بحماسة هذا الانفلات الأمني بأغرب تفسير لم يسمع به أحد من أي مسؤول عاقل في العالم. فقد قال أمام مراسلي التلفزة ووكالات الأنباء والصحافة أن السلب والنهب والقتل الذي يجري في العراق هو تعبير عن الحرية التي كان العراقيون محرومون منها. Stuff happens and it's untidy and freedom's untidy and free people are free to make mistakes and commit crimes and do bad things. They're also free to live their lives and do wonderful things, and that's what's going to happen.